من هنا تبدأ رحلة ضيوف الرحمن إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج المبارك، إذ استعدت الهيئة العليا للحج والعمرة منذ وقت مبكر لإنجاح متطلبات الحاج في زيارة المسجد النبوي ومكة المكرمة وأداء مناسكه بسهولة ويسر. لذا أعدت الهيئة من خلال لجنة التفويج المركزي جدول رحلات منتظمة تشمل التفويج الجوي عبر المطارات العراقية والتفويج البري عبر منفذ عرعر الحدودي. انطلقت صباح هذا اليوم قوافل الحجاج المتجهة برا إلى الديار المقدسة. عدد الحجاج الذين فوجوا هذا اليوم هو حوالي 1000 حاج، 40 حافلة نقلتهم نحو الديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي. الطريق مؤمن بالكامل، التنسيق عالي مع وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وكذلك جهاز الأمن الوطني وطيران الجيش، الأمن، المخابرات، كلها حاضرة في تأمين الطريق من محافظة كربلاء المقدسة وصولا إلى منفذ عرعر الحدودي. كذلك التنسيق عالي جدا ومستمر مع السلطات السعودية لتأمين فتح المنفذ وتسهيل عبور الحجاج العراقيين بكل سهولة ويسر إن شاء الله. سداداتنا الأمنية كانت مبكرة جدا، تنسيق عالي جدا مع هيئة الحج واللجنة الأمنية العليا. قطاعاتنا بدأت بتنفيذ الخطة على الأرض بوقت مبكر، اشتركت بها كل قطاعات الجيش، شرطة كربلاء البطلة، الحدود. أكو دور كبير جدا لقطاعات الحشد هذه السنة، سواء فرقة العباس أو الوعل الأكبر والقطاعات الأخرى. أكو تأمين لعمق الصحراء، لجان تم تشكيلها في قيادة العمليات والمحافظات الأربعة المرتبطة بها، لجان فرعية. أكو تنسيق عالي ولدينا ممثلين في هيئة الحج لغرض انسيابية نقلهم وتنظيم الجداول. سوف تستغرق مدة 18 يوم عملية تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة من خلال المطارات العراقية التي هي مطار بغداد ومطار البصرة ومطار النجف الأشرف ومطار أربيل ومطار السليمانية. وكذلك لدينا حجاج سيكون تفويجهم عبر المنفذ البري، منفذ عرعر الحدودي. ستستغرق عملية تفويجهم ما يقارب 8 أيام، تبدأ بتاريخ 28/7/2018 باتجاه المنفذ والسكن في المدينة المنورة، وتنتهي بتاريخ 8/8/2018. بجهود الخيرين وجهود هيئة الحج قدمونا يعني كل الخدمات، وما يعني تعبنا ولا شفنا معاناة يعني من محاضرات، من يعني نصائح، يعني كل شيء، يعني كل أشياء الراحة وفروها لنا، يعني ما شفنا أي تعب، الحمد لله والشكر. واللي قدمناه هو يعني أغلى ما عندنا، وهم قدمونا بمكان اللي احنا ضحينا. هيئة الحج حرصت على توفير الخدمات كافة خلال تفويج الحجاج، سواء في المطارات العراقية أو من خلال خروجهم من محافظاتهم إلى المنفذ البري، وتأمين الطريق بين محافظاتهم حتى الحدود العراقية السعودية، وتوفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها الحاج خلال الطريق أو من خلال دخولهم بإنسيابية إلى المطارات العراقية. وهم الآن الحمد لله يعني مستعدين
وعلى أتم الاستعداد بكل ما أدينا وكل ما قدمنا لهم إياه. وإن شاء الله هسه احنا في مطار بغداد الدولي متوجهين إلى أول رحلة أو أول مقام إنا بالمدينة، نوصل إن شاء الله نقيم بها أربعة أيام تقريبا، أيضا نباشر وياهم ونكمل مهامنا ودورنا في تعليمات وأحكام الحاج وما يترتب عليه، حتى يكون الحاج مهيئ إن شاء الله للانطلاق، حتى عد ما ننطلق من المدينة إلى مكة المكرمة إلى بيت الله الحرام يكون الحجاج على أتم الاستعداد إن شاء الله لأداء مهمة الحج لأنها مهمة. احنا جايين من كركوك وطريق زين الحمد لله، وماكو ناقص أبد، وطعام كل شيء زين الحمد لله، وحماياتهم زينة الحمد لله، وسائق مزبوط وماكو شيء أبد. طلعنا أول مرة من بداية محافظة السماوة، وصلنا إلى كربلاء، طلعت قوات الأمنية ويانا من كربلاء، وصلنا سلعين التمر، راح وجبة ريوق هنا والحماية ويانا والحمد لله والشكر، وطالعين إلى منفذ عرعار. الحماية موجودة يعني بالنسبة لكربلة، طلعنا من السماوة الكربلة حماية موجودة، ومن كربلة العرعار الحماية موجودة، والحمد لله والشكر أمنيات موجودة، الطريق متوفر علينا من العرعار، طلعنا أخبار إلى القوات الأمنية موجودة الحمد لله والشكر. نعم متوفر لنا مثل بالنسبة لأكل خدمات كلها متوفرة هنا. احنا قوافل البر العمارة ويانا قوافل البر من السماوة، والحمد لله البحر كان مبيث مدينة الزائرين، والحمد لله كان استقبال الباحة رائع، من بالمضيف مع العتبة المنام ووجبة العشاء ووجبة الأفطار والنقل للزيارة بسيارات العتبة. اليوم الحمد لله وشكر توجهنا إلى الطريق، فالحمد لله قوات أمنية أمن الطريق بشكل صحيح وكامل، وأجزاهم الله خير القوات الأمنية صراحة حقيقة من قوات الحشيد والجيش. الحمد لله والشكر خير، وتلقونا ودللونا الدليل، ونعمة نعمة من الله، ونريد الله الأمان ويانا أولادنا ويانا مبارينا، ورب العالمين إن شاء الله يدومها علينا هاي، وفكنا من الإرهابية هاي شعوطة قلوبنا، والله زاف فينا زف منا ومنا، نعمة خير من الله. وإن شاء الله نطلع الساعة بالأربعة ونص الصبح، وإن شاء الله فت ساعة ساعتين ساعة ونص إن شاء الله ونوصل، والحمد لله المدارة زينة بالمطار من طبينا، قاموا بالواجب وما قصرين والحمد لله. أول ما خابروني حقيقة من فرحتي بكيت لأن شيء ما متوقع في يوم من الأيام أنا أروح البيت الله وأحج، والحمد لله والشكر. وهسه أنا فرحان لأنه راح أؤدي هاي الفريضة والحمد لله. ضيوف الرحمن من جانبهم ثمنوا تعاون جميع الجهات الحكومية الساندة للهيئة العليا للحج والعمرة لتقديم الخدمات لهم ورعايتهم، داعين الباري عز وجل أن يحفظ العراق وشعبه.